انت مشتتني. عم زغلول دلوقتي من معالم اسكندريه، تمشي في الازاريطه في اي حته تلاقي اللي بيسالك اروح لعم زغلول منين. عامل كده حاله في اسكندريه. كمل معايا الحلقه للاخر، هوري لك احلى فطار. بس الاول شرفني بالاشتراك في القناه، فعل زر الجرس على الكل، لايك، وقول لي في التعليقات حضرتك كنت اللايك رقم كام، ويلا نفطر. سر الزحمة اللي دايما موجودة عند عم زغلول مش بس سرفيز الفطار اللي بيقدمه، لا، الحكاية حكاية خلية نحل ورا السرفيز ده. اما التركاية بقى، فالشاب صاحب 37 سنة، صاحب شهادة الهندسة من جامعة الاسكندرية، فضل ان هو يكون عم زغلول. في وقت قصير جدا قدر انه يعمل حالة في اسكندرية، مين مننا ما فطرش عنده يوم؟ وساعده على كده قربه من تجمع طلبة الجامعة، سواء في المجمع الطبي او المجمع النظري. الاكل عنده مش بس فول وفلافل، لا، ده الاكل اشكال والوان، صراحة بيتفنن فيه، فعلا مهندس اللي بيعمله. علشان سرفيس يطلع بالشكل الجميل ده، وراه صواني مليانة مكسات جميلة وجديدة. ولا ذوق وتمكن الناس اللي شغالة، صراحة الصنعة صنعة، أحلى بطاطس دي ولا إيه؟ ودايما يستقبلك الصبح بابتسامة ويسألك تفطر إيه يا دكتور؟ سرفيس ولا سندوتشات؟ أما بقى عن النظافة ما أقولكوش، زي ما حضراتكم شايفين كده ورق الفويل والسندوتشات أحسن تغليف. وطبعا زباينه اللي أكترهم من طلبة كلية الطب أكيد فاهمين كده كويس. واحلى سلطة بانجر دي ولا ايه؟ شغل فلافل من نار، اوبا بقى. انا بقى عرفت سر الزحمة اللي عنده دايما دي ايه. بصراحة كده ابتسامته الجميلة واسلوبه الحلو. تعالوا بقى لما اعرفكم على سلسبيل وحمزه. A few moments later. عاملين ايه يا اصحاب؟ بصوا قلب. طيب قلب. قولوا لي بس ايه رايكم في اكل عم زغلول؟ بصوا يا جميل، بصوا الشاليمون وبصوا الحلاوه والله تحفه. وانت يا حمزه ايه رايك في اكل عم زغلول؟ يعني تيجي هنا تاني ولا ما تحبش تيجي؟ لا نيجي. يعني كل يوم تيجي يا حمزه؟ ايوه، ده مطعم جميل. مش كل شهر ولا اسبوع، اكل كل يوم. انا عارف انت جاي هنا عشان خاطر ايه؟ البطاطس. بس عايزك كمان تجرب الزغاليل، عشان هنا بيقول لك في اكل الزغاليل. ايه الزغاليل؟ طبره. ودي صحابنا. دي بقى عباره عن كوكتيل بطاطس على مشكل جبنات على بسطرمه مقليه كده في الزيت، بتبقى حاجه محترمه خالص. يعني ايه رايك يا سلسبيل؟ جميل. يعني تحب تيجي كل يوم؟ بصوا الشاليمون، عصير تفاحه كمان. طيب. بصوا الشاليمون، احنا بقى هنا قاعدين جنب عم زغلول في، يعني نقول ايه، كافيه براندو. لان دايما كان عم زغلول لازم، يعني عشان السيرفيس الجميل ده تاخده تقعد بيه فين، كنت بتبقى فيه مشكله. جميل ان شاء الله. يعني انا عايز اقول لكم اجواء جميله. انت قاعد هنا في قلب بقى ايه، قبط بقى اسكندريه وتراث اسكندريه، قاعد حواليك الناس كلها بتاكل. هنا ده اخوك، ده صاحبك، ده يعني جو جميل، جو جميل، سواء اللي بياكل او اللي قاعد او اللي بيشرب حاجه، يعني تحس ان قاعد في دفه. طب نقول لاصحابنا بقى يشتركوا معانا، اشتركوا الاشتراك وتفعلوا سر الجرس، اعملوا لايك. بص السيفرفايف ده. لازم تقول لي حضرتك كنت اللايك رقم كام. استنونا في اماكن ثانيه كتيره جميله ان شاء الله. ايوه، ويلا بقى اتفضلوا معانا عشان نعرف اسمكم.